تخسي في 3 أيام وبدون أي مجهود؟ طيب والله يا ريتها جت على التخسيس بس يعني. لكن لما نتكلم كمان عن أمراض مزمنة وأمراض خطيرة وراح فيها ضحايا كتير، انه الناس ممكن فعلا تلجأ لوصفه عقار معين بيتم الاعلان عنه بشكل كبير جدا في الاعلانات، ومهما قيل واتقال كتير عن ميثاق الشرف واتقال كتير عن انه تحديدا انه لازم الاعلانات دي تكون تحت اشراف وزاره الصحه، طبعا لا، ما زالت المساله مستمره وما زال البسطاء بيصدقوا الحاجات دي وما زالت الامور يعني تسير بوتيره تنبئ بالخطر فعلا. احنا ليش بنتكلم على منطقه تخسيس تحديدا سينار؟ لانه للاسف الشديد غالبيه الاعلانات تتحدث عنه انه حابب تخس، لانه عارفين المنطقه العربيه تتمتع ما شاء الله بكم من الدهون العاليه، وكل محتاج ينزل وكل عايز ياخذ الشكل المثالي. فاسهل طريقه انه نعلن عن طريق التلفزيون، عن طريق الراديو، ان في ادويه تؤخذ بدون الرجوع الى الطبيب وبدون الرجوع اصلا الى استشاره الصيدلي، انك تاخذها وتخس في 3 أيام، تاخذ في يومين، في اسبوع، في شهر، على حسب. فبالتالي انا بقول لك وانت بتقولي لي وبتنتشر المعلومه انه في دواء معين. طيب لمن من استشرنا؟ من كان هو صاحب القرار اذا كان الدواء صح ولا غلط؟ وقياسا عليها بقيه المستحضرات والعقاقير الطبيه. مفترض انه يتم الرجوع للمختصين. طبعا. علشان كده في محاوله لخلق وعي مجتمعي، في مبادره للتوعيه بمخاطر تناول الدواء بدون استشاره الطبيب، و يعني الحديث كثيرا عن الغزو الاعلاني الكبير زي ما قلت لحضراتكم، محاوله محاربه هذا الاتجاه في المجتمع طبعاً. علشان فعلا نتعلم ده، يعني بنستغرب كلنا لما نعرف انه بره ما فيش حاجه اسمها اسبرينه تتصرف من صيدليه من غير روشته طبيب. طبعا بالك بقى بالعطارين اللي بقوا يصرفوا روشتات انت على وصفه صديقتك الان بتشتري الدواء، ما عاد فيش مشكله، والصيدلي ما عندوش مشكله انه يصرفوا لك بدون روشته، وبقى في حاجات مش دواء اساسا طبعًا. الشركات بتباعها على انها ايش مركبات عشاب، واحنا بنحس انه عادي بقى، ما هو عشب يعني مش هيعمل حاجه، مش عارفين ايش المركب، مش عارفين مدى ضرر علينا. تعالوا نشوف التقييم بعدها نرجع الموضوع طويل، وفي مبادره فعلا انا احييهم واقدر لهم تعبهم. عايزين نعرف الشارع مهيئ لدواء ولا لا في من خلال استعراض عينه من راي الشارع وايضا الصيدله اللي اكيد هيبرروا. لا انا متاكده ان هم مش موافقين على مساله اخذ الدواء بدون استشاره. في الفترة الأخيرة انتشر كتير من الأدوية اللي هي مجهولة المصدر بالنسبة للتخسيس، وطبعا الحاجات دي احنا بننصح بعدم استعمالها، لأن طبعا المواد اللي فيها مش معروف مكوناتها ايه، ودي دايما بيبقى يقولوا منتجات صينية ومنتجات تايلاندية. في طبعا الحاجات ديت لازم يفضل ان يكون تحت إشراف طبيب، واحنا من واجبنا ان احنا بندي النصيحه، ففي بعض الناس بيستجيبوا للنصيحه ديت وفي ناس لا. الاساسي هتاثر على المعده، ممكن تعمل طبعا الحاجات العاديه كمغص كاسهال، ممكن الموضوع يتطور لحاجات على الكلى وحاجات على الكبد، فبننصح طبعا بعدم استعمالها. لا مش هجربها غير لما يكون مستشار الدكتور او اللي هو قايل لي ان انا اجربها او ان دي حاجه كويسه اكون ضمناها. اكيد طبعا الانسان اللي بيستخدم الادويه بتاعه التخسيس او خلافه أكيد بيتأكد مرة وعشرة ويكون عن طريق طبيب متخصص فاهم، مش هاخد أدوية عشوائية كده ما بفهمش هي مصدرها إيه، مستحيل يعني. فأنا بلاحظ الحقيقة إن هما بيبالغوا كمان في الإفكت بتاع المستحضر في تأثيره، هو ما فيش حاجة سحر. أي أدوية تخسيس معروفة قوي لأي دكتور إن دواء التخسيس ده عبارة عن إيه، حاجة بتساعد، لازم في عوامل تانية، في دايت، في رياضة، في دكتور. ما يستخدمش أي دواء معلن عنه في التلفزيون، ويبقى إما بروشيتا لا إما من خلال الدكتور الصيدلي اللي موجود في الصيدلية. حلو، يعني لما أخذنا عينة عشوائية من الشارع بنسألهم فعلا على أنه الناس ممكن تنجرف وراء الإعلانات أنه أنا أخذ دواء معين فأخس في 3 أيام، أخس في أسبوع، إيش أضراره على كبدي، إيش أضراره على معدتي، إيش أضراره على نقاء دمي، حتى ايش التركيبه. في العينه العشوائيه تقول لك ان المجتمعات مثقفه وما بتعملش، طيب من اين الشكوى؟
من اي شكوى. لسه عايزه اقوله لك انه احيانا الناس بتتكلم بطريقه قدام الكاميرا بيكون محرج، لازم يثبت انه انه على وعي ودراية. على وعي صح. لكن الحقيقه كل واحد زي ما بيقول كده بالمثل العامي، الجعان بيحلم بسوء العيش. الشخص اللي بيبقى عنده شكوى من حاجه معينه بيجري وراء اي خيط، وراء اي امل علشان خاطر يتخلص منها. لكن طبعا اسالوا اهل العلم. دكتوره جيهان الحفني استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه، حضرتك صاحبه مبادره لا تاخذ هذا الدواء. الدواء فيه سموم قاتل. اولا مبسوطه طبعا ان انا شفتكم تاني، وانا طبعا شفت معاكم التقرير، ولو اقول لكم انا قد ايه انبسطت بالعينه العشوائيه اللي انتم حطيتوها ديت، وكانت ايجابيه جدا. ولو اقول لكم الهدف بتاعي ان انا اوصل للعينه العشوائيه دي تبقى اكبر قدر ممكن بتمثل في المجتمع. جميل. لان انا انبسطت من القدر دوت، من الوعي ومن التفاهم، و يا ريت انه فعلا ده يكون موجود. وفعلا على رايكم، لو بس الخوف بقى ان يكون الناس بتقول حاجه وبتعمل حاجه. فعلا الناس بتحرج قدام الكاميرا فعلا حقيقه، لما تيجي تساليهم الا من رحم الله. يعني في ناس تقول لك لا انا ممكن على استشاره صديقتي تقول لي انا اخذت دواء معين ونفع معايا بالصدفه، طيب لك مش هيجي معها على طول. او انه للصيادله تحديدا للاسف، والله يا دكتوره انا عن نفسي لما بروح اي صيدليه محتاجه اي مستحضر بدون روشته ممكن يديهولي، حتى مجرد ان انا حافظه اسم الدواء، مش بالضروره انه يعرف من معتمد من طبيب او لا. طبعا يعني على فكره في بلاد كثيره جدا ما فيش الكلام ده، ما فيش اي دواء بيصرف الا بوصفه طبيه، لازم يكون فيه روشته من طبيب معتمد والروشته مختومه طبعاً. عشان تقدر تصرف الدواء ده. لكن للاسف احنا عندنا هنا ما فيش الكلام ده، في حريه شديده جدا لصرف الادويه، وبالتالي بقى الحريه دي بتستخدم خطا وبتستخدم بعد كده بتوسع بعد كده. احنا بنتكلم في الادويه ديت المعروفه المرخصه اللي ليها تسجيل في وزاره الصحه طبعاً. دخلت بعد كده فتحت مظلتها ادويه ثانيه ما نعرفش اصلها ايه، منتجه ازاي، جايه منين، اثرها ايه، وكانت بقى هنا بقى البدايه يعني. صح. طيب تحديدا مساله التخسيس يمكن هي المثل الاشهر، لانه من ضمن الحاجات اللي الناس بتستخف بيها وبتعتبر انه ايه في النهايه شويه اعشاب. حتى لو كان العقار طبي بيلعب مثلا على مراكز الشهيه وده الاخطر في الموضوع، لكن الناس عاده يعني في مساله التخسيس دي بتتسهل قوي. هو طبعا هوس التخسيس دلوقتي بقى يعني ما فيش حد فينا مش مهتم بالموضوع دوت. وحاجات تانية لو جينا كده ببساطة خالص، احنا عشان الواحد يخس يا اما الشهية يا اما احنا بناكل، فالاكل بيتعامل معاه الجهاز الهضمي، فبالتالي ادي مجموعات الدوائية اللي بتتعامل في ادوية التخسيس، يا اما انها بتأثر على مراكز الشهية يا اما انها بتأثر على امتصاص المواد الغذائية. فنيجي بقى في المجموعة الاولانية دي اللي بتشتغل على مراكز الشهية، هي كانت موجودة في السوق من سنة 97 وكانت يعني من موجودة من قبل كده، واتعملت عليها دراسات وابحاث لما اثبتت المأمونية بتاعتها، خدت ابروفال من هيئة الغذاء والدواء الامريكية اللي هي الاف دي اي، ودي تعتبر اعلى هيئه لما بتاخد عليها اي دواء تسجيل في الهيئه ديت، يعني يعتبر احسن كفاءه بالتداول والتناول في دول العالم كلها. الاف دي اي هي خدت الابروفال دي وابتدت انها تنتشر في دول العالم كلها. هي مش خطيره ان العب على الشهيه؟ هتكلم بقى انا هتكلم. هي مراكز الشهيه دي موجوده فين؟ موجوده في المخ. فبالتالي هي بتعتمد على المواد الكيميائيه اللي بتحمل النبضات الكهربائيه اللي بتبقى بين الخلايا. فدي اللي هي اسمها سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتورز، هي بترفع نسبه السيروتونين والافيدرين ومواد تانية في المخ، والابنفرين هي بالتالي بتاثر، ايوه بتديكي احساس بالشبع، وفي نفس الوقت بيبقى ليها اثار جانبيه لانها بتشغل على مراكز حساسه جدا في المخ. طبعا بمراقبه هذه الادويه بعد ما خدت الاف دي ابروفال من سنه 97 ابتدت يحصل عليها كلام ان ليها اثار جانبيه. ممكن احنا بنقيس حاجه اسمها الريسك بينيفيت، ان انا بحصل على بينيفيت معينه فايده من الدواء ده، لكن بيبقى ليه خطوره. فكل ما بيكون البينيفيت عاليه والريسك ده قليل، كل ما بستفيد من الدواء والدواء اوكي والدكاتره بيلجأوا له. لكن لما بيزيد بقى نسبه الريسك ده للخطوره او الاثار الجانبيه اللي بتظهر من الدواء، هنا بقى بيبقى يبتدي ايه نتقصى الحقائق ونشوف ايه انا بقى. لكن لازم الدواء ينزل السوق ويتجرب على مدى طويل عشان يعرفوا يعني هل يصلح او لا يصلح. هو الدواء عشان حضرتك يوصل الدواء لحضرتك في دلوقتي ما بين ايدينا، ممكن تكون ابتدت الدراسات عليه من 20 سنه فاتت. دراسات الاول كيميائيه، دراسات بعد كده على الحيوانات، دراسات على اشخاص طبيعيين خالص ما عندهمش اي حاجه امراض يعني، بعد كده يتجرب على كاتيجوري قطاع شويه من المرضى اللي عندهم نفس المرض ده اللي احنا هنجرب عليه الدواء ونشوف مدى كفاءته وانه ملوش اثار جانبيه، او زي ما قلت لحضرتك ان احنا قسنا الريسك بينفيت فلقينا ان احنا مستفيدين جامد قوي من الدواء دوت، علشان يبتدي يدخل بقى المراحل اللي هي بعد كده ويبقى في مراقبه بعد حتى كمان لما ينزل الدواء. حتى المجموعه الدوائيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتقلل الشهيه ديت
ابتدت يحصل عليها اثار جانبيه وابتدى يحصل عليها كلام، فابتدت دراسات كتيره جدا تتعمل علشان نشوف هي ايه مدى صحه طيب الكلام عشان ده. عشان انا ما ياخدناش الوقت، انا يهمني ان حضرتك تعلني عن مبادرتك الكريمه اللي انت طرحتيها ومن تعاون معاكي فيها. هو احنا هي الماده ديت اثبتت ان هي ليها اثار جانبيه فادت الى سحبها من الاسواق يعني من سنه 2010 ومنع تداولها، لكن ابتدت دلوقتي في مستحضرات موجوده في السوق، احنا بنشوف مثلا العيانين وكده وبنسمع حتى من اصحابنا وجيراننا باخد دواء تاخديه ازاي، بجيبه من على النت، بجيبه من الصيدليه، بجيبه من وات ايفر، بجيبه ازاي، طب بيعمل لك ايه، بنلاقي ان هو في نفس الماده اللي هي مسحوبه من سنه 2010 ديت، فدي طبعا مواد ضاره. طب المواطن البسيط او اي حد ما مالوش علاقه بالطب يعرف منين انه بلاش يقرب من المنطقه دي او ان الدواء ده تحديدا في نفس الماده او عليه حاضر؟ هو دلوقتي يعني هو المفروض ان انا كمواطن انا ما بكون تعبان ولا حاجه بلجأ للدكتور البسيط فيه، الدكتور بيكتب لك الدواء فبلاش تلجا اي طريق تاني، مثلا بلاش تلجا ان دواء تشتريه عن طريق قنوات غير شرعيه، مثلا بلاش تنساق ورا الاعلانات قوي في الفضائيات، بلاش ان احنا ناخد حاجه مش عارفينها، يعني حتى لو انت شفتي حاجه اسالي الاول الدكتور قبل ما تاخديها، ده هتفيدني ولا هتضرني، ده ليه اثار جانبيه ولا ملوش اثار جانبيه. يعني بصراحه شايفه هنا دور الاعلان مهم جدا جدا ان احنا نناقش الموضوع ده بكثافه شويه وان احنا نفوكس عليه وناخد راي اساتذتنا الكبار ونشوف رايهم ايه وكده. انت منورانا ومصرين ان انت تتكلمي عن المبادره بس بعد بعد الفاصل كيف يسوق أصحاب العقاقير الخطرة لمنتجاتهم؟ لا مصممة هقولها يا دكتورة، هقولها يعني الدكتورة بتقول ما جربتوش أدوية تخسيس، قلت لها لا أنا جربت عن نفسي من باب الفضول من باب الاطلاع على شيء معين، بس أنا كنت استشرت الدكتور في جزئية معينة لأنه أنا ما عنديش حساسية من أي نوع من أنواع الفواكه، فلما تكلمت على الأناناس تحديدا قال لي اوكي جربي بس لو حسيتي ان انت خامله في مش مرتاحه من اول اسبوع بطلي ما تكمليش وخلاص، ثقه انه مش هتعاطى اي ادويه للتخسيس من بعدها. بالظبط هو ده اللي احنا بنقوله، بنقول واللي شدني الاعلان اعلانات التخسيس ماليه احنا كان عندنا حق ان احنا بنقول ان هو دور الاعلان شكل العبوه والكلام والمودلز اللي جايبينها بتتكلم عن الموضوع والبنطلون الوسع فجاه ايوه بالظبط شفتي فجاه ما فيش وحاجات كتير بقى طبعا كتيره جدا يعني، فعشان كده احنا بنقول لدور الاعلام، وده كان اساس اللي انا فكرت فيه ان انا عايزه اوعي الناس اقول لهم مش كل الادويه دي بتبقى امنه ومش كلها مناسبه يعني ما نبقاش بنحمل على جهه اكتر من الجهه. طبعا الاعلام دوره مهم لكن المساله اعمق من كده، الدايره ليها يعني روافد اخرى ليها اطراف اخرى. شركات الادويه احيانا بعض الاطباء بيتورطوا في ده لانه بيبقى بيلعب دور المندوب ايوه لشركه ادويه معينه، بيبقى ليه نسبه من ارباح الادويه دي معينه، وده بنشوفه بشكل في مختلف الامراض مش بس او مختلف التخصصات الطبيه. اثق في مين يعني؟ ما انا ممكن برضو الصيدلي ممكن أو يعني أول قلة بعض الصيادلة بعض الأطباء ممكن يتورطوا في المسألة دي، صح؟ أثق في مين؟ أكيد أنت حضرتك عندك طبيبك اللي أنت حضرتك بتتعاملي معاه بتثقي فيه، وأعتقد إن يعني حتى في قسم أبوكرات أول حاجة في القسم فيرست نو هارم، إن أنت ما تضرش العيان، يعني أول حاجة إن ما ينفعش إن أنا أدي للعيان حاجة أنا عارفة ومتأكدة إنها ممكن تضره. ما اعتقدش يعني والله اعلم يعني ان في دكاتره هتكتب لحضرتك دواء وهو ممكن يضرك الا اسباب الله اعلم بيها يعني. ما هو اوجات وبعدين انا عندي بدائل يعني انا حضرتك كل ادويه مش كل ادويه التخسيس ليها اثار جانبيه، اولا اي حاجه في الدنيا ليها اثار جانبيه، حتى كوبايه الماء لو شربتها ممكن يبقى ليها اثر جانبي، لكن احنا بنقول الاثر دوت بيضر وبمقارنه بالبنفيت انا بحصل عليها ايه بالظبط على كافه الميزان. بستفيد ايه وبيضرني في ايه؟ في ايش بيضرني؟ بالظبط كده، فعشان كده لازم نرجع يعني الدكتور بتاعك، وبعدين حضرتك برضو ابدأي بنفسك، حضرتك احنا انا مثلا بدأت بنفسي وحضرتك مثلا دور الاعلام يعني متشكره طبعا يعني استضافتكم ليا يعني وكده وعرض الموضوع دوت، فكل واحد لو فكر ان هو يقدر يعمل اللي عليه ويساهم بحاجه فدي حاجه ايجابيه. طب المبادره من استجب لها ومن شجعك من دعمك؟ حسيتي ان في ناس انضمت لك وايدت صوتك وبدات تشتغل على نفس المنهج؟ اي حد الينا انت عارفه الموضوع ده في حد ذاته هو موضوع جذاب لكل الناس، لما بيتكتب على اي حاجه كل الناس بتبقى عايزه تعرف بالضبط ايه ده صح ولا ده غلط. طب وانت مختاره عنوان كمان الناس التانيين اللي هم ممكن يحاربوكي لان دي صناعه مهمه يعني، صح.
والله انا لحد دلوقتي ما فيش حاجه يعني محدده اقدر اقول عليها، يعني لان انا كل اللي كتبت ان انا بكتب على الادويه والمواد اللي هي غير فعاله زي ما المواد المضره زي ماده السيبوترامين ديت، زي ماده الفينايل فينول ديت ماده اساسا هي يعني لاكستيف بس هي ممنوعه لانها مسببه للسرطان. حضرتك بتقولي كل ده يبين انه المستهدف من المبادره هم الناس المختصه اللي هيقدر يفهم ايه المواد الخاصه بالتركيبات العلاج. هل عملتوا مثلا جدول زي الجدول اللي بنسمع عنه باسم العلاج يعني باسم علاج محدد؟ هو هنا في مصر يعني انا مش جهه اختصاص عشان اعمل حاجه زي كده، لكن في بعض الدول بره عامله حاجات زي كده، فاحنا الواحد بيستعين بيها عشان لا حد يسالك دايما على الريفرنس بتاعك ايه المرجع اللي انت بتقولي بيه الكلام دوت ايه يعني على سبيل المثال ان الدواء ده صح ولا غلط. يعني مثلا انتشرت مبادرات كده بسيطه على الفيسبوك انه يخصص جدول لاسامي معينه للادويه، منها ادويه البرد معروفه في ماركه معينه في ادويه البرد لا ما ناخذهاش عشان بتعمل مسكنات دي حاجات معروفه بتنزل بيها تحذيرات من وزاره الصحه. اما الموضوع ده مثلا هي مثلا وزاره الصحه في الامارات عامله على الموقع بتاعها لستة بجميع الادويه المغشوشه اللي هي عملت بيها حصر وعملت عليها تحاليل مثبته ان هي مثلا الماده دي الدواء ده بشكله بعلبته بشكله الصيدلي الفلاني عملت عليه ليه بحث لقيت ان في الماده ديت والماده دي مضره وبتعمل كذا وهتبقى نشرها يعني رسميا على الموقع بتاعها دعائي للمواطن. الشركات بيخلي دواء في الامارات غير دواء في مصر غير دواء في لبنان غير دواء في المغرب. هو في تشابه كتير في الادويه ديت موجود هنا في مصر موجود في الامارات. هو احنا عندنا هنا في مصر لسه ما فيش حاجه زي كده اتعملت، اتمنى انها تحصل. يمكن يعني برضو المستهدف من المبادره دي هل شركات الموطن. الادويه هل اصل يعني ما اعتقدش المستهدف هو الشخص البسيط لانه ده مش قادر على انه يحلل المواد، هو محتاج يعرف اسم دواء بعينه انه اعمل على اكس خلاص مش هتعمل. انا لو سالتيني عن هدفي انا الشخصي هقول لك ان انا ايه يعني هدفي ان انا اراجع كل حاجه لمكانها الطبيعي بتاعها زي ايه. يعني حضرتك عايزه تخسي يبقى اعرفي ان طرق التخسيس مش في الدواء. عشان حضرتك تخسي انت مشيتي في طريق لازم ترجعي نفس الطريق ده. انت حضرتك انا مثلا تخنت فانا لازم ابطل الاكل بتاعي شويه ولازم اعمل رياضه وبعد كده استعين بوسائل المساعده اللي هي الادويه، ولما اخد دواء بوصفه طبيه من طبيب اثق فيه والمعروف المجموعات الدوائيه اللي هي الامنه اللي ملهاش اثار جانبيه اللي واخده توثيق وتسجيل في الاف دي اي وشركات محترمه موجوده في بلدنا وفي كل دول العالم. فهي دي بس هي دي كده. انما ان انا فكره ان انا عشان اخس لازم ارجع للدواء دي ده غلط. زي احنا برضو بنعود الطفل اعمل حاجه واديك حاجه حلوه واديله شوكولاته اديله شيبسي اديله كده فارتبط دايما في دماغه ان هي دي الحاجات الحلوه بالرغم ان هي دي مش دي الحاجات الحلوه دي الحاجات الوحشه. فانا لما بيجي لي المريض بحط في دماغه فكره انت هتخس بالدواء ليه كده ده غلط. يعني عايز ارجع للمريض لفكره انت عايز تخس يبقى ابذل مجهود شويه ابذل مجهود وغير لان ده الافيد لك والافيد لصحتك. يعني اتكلمتي عن المجموعه الاولى في ادويه التخسيس اللي بتشتغل على مراكز هي المجموعه الثانيه بقى اللي هي ممكن مثلا تعيق امتصاص الدهون او تحول الدهون الى مركبات تخرج مع الفضلات عادي من غير ما تمنعها يعني هي تبقى المجموعه الثانيه اللي تعتبر فيها ماده الاورليستات كماده كيميائيه هي بتقلل امتصاص الدهون اللي موجوده في الاكل بنسبه 30% وطبعا احنا ما بنتوصلش طبعا معظم اكلنا بيبقى فيه دهون طبعاً. يعني فهي بتفيد وهي ديت الماده الحاليه تعتبر الوحيده اللي هي واخده تسجيل وتصريح من الاف دي اي وموجوده طبعا بمستحضرات كثيره جدا في السوق في مصر وفي الدول العربيه. ما لهاش اثر جانبي على الكبد بعد مرور وقت؟ لا اي دواء لانها بتحبط اصلا عمليه الايضه عمليه الهضم الطبيعيه اللي المفروض الجسم يمر بها ما بيكونش فيه معوقات. اي دواء في الدنيا ليه اثار جانبيه يعني الدواء دوت بيعمل بيقلل امتصاص الدهون ده الدهون دي بتعمل ايه فهي بتنزل في البراز طبعا. فبتعمل طبعا شويه تقلصات الم في البطن تعمل اسهال شويه يعني شويه حاجات كلها متعلقه بالهضم والجهاز الهضمي. هو كان في ريبورت شويه قالت ان هي بتاثر على الكبد لكن جت وزاره الصحه نزلت تقرير وقالت ان هي ما بتاثرش على الكبد الا اذا كان بقى المريض ده هو اوريدي عنده حاجه في الكبد ودي حالات احنا بنمنع اساسا ان احنا ندي الدواء دوت يعني طيب. يعني في حالات محدده هي اللي عملت حاجات اثار كده فامتنعت ونزلت تقرير ان احنا مش بنديها للفئه ديت من المرضى. الافضل في ادويه التخسيس تتاخد اثناء الاكل ولا على معده فاضيه ولا بعد الاكل؟ على حسب بقى المجموعه الدوائيه يعني حضرتك يعني كل مجموعه دوائيه كمان ليها طريقه في الاستخدام يعني بس معظمها بتتاخد قبل الاكل عشان مثلا دي زي ما بتنفش كده في المعده فبتيجي احساس بالشبع. دي مجموعه ثانيه بتتاخد اثناء الاكل علشان تقلل امتصاص الدهون والكربوهيدرات وكده فمعظمها بتتاخد كده. طيب في الجانب الاخطر انه كل ربه بيت جالسه في البيت على وصفه صديقتها ممكن تقول لك اجيب شاي يخسس او
الاعشاب تخسسني، شاي تحديدا يعني تبطل تشرب الشاي العادي او الشاي الاخضر تبدا تستعين شاي الرجيم. بعد كل وجبه شاي الرجيم ايا كان مسماه وايا كانت العلامه التجاريه، فتلاقيها خلاص يوميا اصبحت مدمنه لهذا الموضوع. هو في فرق بس عشان نوضح هنا النقطه، في فرق ما بين الشاي الاخضر وشاي الرجيم. الشاي الاخضر طبعا لو حد لا كل دكاتره الناس تشربه مضاد للاكسده وممتاز جدا، وفعلا في ماده بتساعد على الحرق زيادة معدل الحرق، وان كان الابحاث بقى دلوقتي شغاله عليه اكتر عشان نعرف الجرعه اللي هي موجوده لتغذيه من الشاي الاخضر قد ايه وكده، بس عامه نحبذ زي ان حضرتك تاخديه من غير سكر. اما بقى شاي الرجيم ده هو فيه ماده ملينه فايوه دي اللي احنا بنقول عليه لا، لان حتى الماده دي احنا مش عارفين هي ايه بالظبط. ثانيا في كلام ان هي ماده الفينايل فيسالون ديت، وهي دي ماده اتقالت عليها تقارير قبل كده انها مسببه للسرطان ومنعت دوليا. فعشان كده ما بنصحش بالانواع اللي هي بيتقال عليها شاي للرجيم، لكن هي في نفسها هي اعتمادها كله ان هي ملينه. في ناس بترتكب خطا بشع في حياتها ان يتغدى غدوه ثقيله وتشرب الشاي بعدها، تقول لك خلاص انا شبعت واكتفيت، الشاي هو هيعمل دوره. كثير من البنات على فكره ما هو بقى هدفنا ان احنا نصحح المفاهيم يعني. الخطا ديت يعني نشجع الحاجات الصح ونقنن من الحاجات الخطا، واستشاره الطبيب مش هيمنع. طالما انا اقدمت على خطوه اني هاخد الدواء لازم اقدم على خطوه ان انا استشير طبيب صحيح عشان يصرف لي الدواء اللي في مكانه وفي محله. تمام احنا موجودين برضه يا جماعه يعني ربنا يخليكم. هل المبادره بتاعتكم بس في ادويه التخسيس والرجيم ولا في ادويه ثانيه؟ لانه حلم اللي عنده سكر، حلم اللي عنده فيروس، شايف انه ممكن والاعلانات كتير. هو انا في مجال تخصصي يعني تعرضت للفئه دي اكتر حاجه، وطبعا في حاجات تانية زي مثلا البادي بيلدينج، حاجات بناء العضلات عشان برضه بتسال عليها لان بياخدوها الناس الرياضيين وكده، في شباب كتير، وحاجات التجميل شويه لان نفس الكاستمرز هم دول اللي بيدوروا على الجمال والرشاقه، هم برضه اللي بيدوروا على ان هم وزنهم يتظبط وكده. فهي دي الفئات الادويه اللي انا شفتها يعني، لكن ممكن يكون في حاجات تانية بصراحه. طيب على سيره الادويه اللي الشباب بتاخذها عشان يكون عندها عضلات وشاب ممشوق القوام، والكلام اكيد الان في حد سامعني ولا مش سامعني؟ يا رب ما يكون في حد سامعني. طيب لا قولي قولي مفيش حد سامع، محدش شايف هي ولا على ولا بنسمع ولا اي حاجه خالص، ولا حد هيشوفنا. في كثير من الناس والله دكتوره شباب تحديدا ما يحبش يروح الجيم يلعب حديد ومش عارف ايه، لا اوكي انا رفيع فهاخذ شيء ينفخ لي عضلاتي فاستسهل على نفسي، وانا كده كده بشرب لبن مع الدواء. لا هي الفكره طبعا التمارين الرياضيه، هي فكره المكملات الغذائيه دي هنا الاول نجاوب هي صح ولا غلط. هو دلوقتي لما بنيجي نعمل تمارينات رياضيه احتياجاتنا من البروتين بتبقى عاليه جدا، طبعا حتى الاكل اللي احنا مهما ناكل صح مهما ناكل مش هيكفي احتياجاته عشان يبني العضله. طبعا فعشان كده احنا هنلجا للمكملات الغذائيه اللي فيها بروتين عالي. فدي المكملات فكره مش خطا في حد ذاتها، لكن الفكره ان في بعض بقى المستحضرات بيتضاف عليها هرمونات الذكوره اللي هي الاسترويدز، هي دي طبعا اللي مضره لانها في ظرف شهرين بيكون طبعا هتلاقي منظر ما شاء الله عليه جامد جدا طبعا، لكن في الجوهر هتلاقي العمليه طب ضايعه خالص. إيه؟ يعني اضرارها ايه؟ انه ممكن تاثر على دي هرمونات على القلب، لانه مثلا ده حمل زياده على القلب ولا على الكبد كمان ليها تاثير ولا ممكن تاثر حتى على كل ده، حتى كمان فيما بعد الخصوبه نفسها كمان يعني هو حتى بيفرح بشكله ده بعد كده، شوفي بعد سنوات بتاثر على الخصوبه والقدره الجنسيه طبعا بعد كده. فبالتالي اي شاب بعد كده لازم يراجع نفسه في الحته دي طبعا، يتاكد طبعًا على الاقل ان المكملات الغذائيه اللي بياخدها ما فيهاش خاليه من الاسترويدز دي. جميل جميل. دكتوره جهان الحفني استشاره التغذيه العلاجيه والسمنه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا وعلى المبادره كمان اهم، لان احنا نتمنى ان احنا نصل الى درجه عاليه جدا من درجات الوعي اللي ما تخليش حد فعلا يبقى فريسه سهله لمثل هذه الادعاءات، والثقه في ان الطبيب هو الاساسي في استشارتك الطبيه، وهو اللي هيديك المعلومه الصحيحه واللي هيديك كمان النتيجه الصحيحه بالتالي، لانه هو اللي هيشخص وبناء عليه يصرف لك العلاج. شكرا لك دكتور على وجودك معنا. جدا انا متشكره ليكم وان شاء الله اشوفكم، واكيد اكيد لك زياره قادمه معنا ان شاء الله باذن الله. ناخذ